مقابل جواهر مول، مجمع متكامل الخدمات، 9 أبراج سكنية، بالإضافة إلى الخدمات المحيطة بالمجمع. خلوكم معنا. عرضنا لهذا اليوم مجمع سكني متكامل الخدمات، 9 أبراج سكنية. الخدمات اللي موجودة فيها مسبح مفتوح، مواقف للسيارات، ألعاب رياضية، ملاعب الأطفال، بالإضافة إلى سوبر ماركت موجود، وأيضا خطوات إلى الجامع، وخطوات أيضا إلى جواهر مول. عرض شقتنا لهذا اليوم من شركة بروج العقارية في مجمع سفير، 3 غرف صالة مساحتها 165 متر مربع. الصالة اللي أنا متواجد فيه الآن مساحتها 30 متر مربع، والشقة معروضة بالأثاث. إضافة إلى ذلك صاحب الشقة مسوي ديكورات سقفية في الصالة وفي الممرات، يعني مرتبة بطريقة جميلة. إضافة إلى ذلك السبوت لايتات، أثاث فخم وفاخر، وإطلالة الشقة أيضا إطلالة بحرية رائعة جدا. شرحنا يا جماعة الخير الصالة. حاليا أنا في الممر، خلفي مدخل الشقة. الشقة زي ما قلت مؤثثة وجاية في الدور السادس، 165 متر مربع، 3 غرف صالة. داخلية الشقة من هنا، أمامي على طول الكوريدور. الكوريدور زي ما قلت في بداية الفيديو شرط الصالة، ديكورات سقفية أيضا مع الصالة. منطقة الدولاب الخاص بالأحذية والعباءات نقدر نحطها هنا، نرتبها بطريقة جميلة. يسارنا دورة المياه الخاصة بالضيوف، إضافة إلى ذلك حاطين مروش كمان اللي هو خلاط الدش، يكون شيء إضافي لاستخدامات الضيوف. الكرسي موجود أيضا والمغسلة، دورة مياه رقم 1. الكوريدور جاي على شكل L زي ما تشايفين، توزيع الغرف جاي على الممر. تعالوا مع بعض نشوف المطبخ. مطبخ الشقة، المطبخ برضو جاي بطريقة جميلة اللي هو على شكل L. المنطقة هذه موجود فيه الثلاجة، وعندنا دواليب أرفف، بالإضافة إلى المنطقة الثانية هذه موجود فيه فرن، طقم الفرن كامل من شفاط والفرن والطباخ. عندنا غسالة الملابس حاطينها في هذا المكان، ألوانها جميلة، جاية خشبية متناسقة مع السيراميك التابع للمطبخ. مساحة المطبخ جيدة، لها مخرج للبلكونة. تعالوا نشوف بلكونة الشقة. بلكونة الشقة أحلى مكان في الشقة، الإطلالة الرائعة اللي بنشوفها إطلالة البحر
وطلالة المجمع مع المسبح، بالإضافة إلى مساحة البلكونة الرائعة جدا، مساحة كبيرة جاء على شكل إل. البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة والمطبخ إضافة إلى الصالة، مزودة بالزجاج الشرائح الشفاف، لنا حرية الاختيار في فصل الصيف نفتحها. البلكونة جاء على شكل إل، يدينا مساحة أكبر أو إطلالة أوسع، إطلالة البحر مع إطلالة الطبيعة اللي جاي بالجهة الغربية. شقة رائعة جدا في منطقة رائعة في موقع جميل. شرحنا يا جماعة الخير الشقة من صالة ومطبخ وبلكونة، وزي ما قلت إنه الشقة معروضة بالأساس. تعالوا نشوف تفاصيل الغرف، نتوجه إلى غرفة رقم واحد نشوف شو الموجود. الغرفة رقم واحد، غرفة موجود فيه سريرين فردية بالإضافة إلى الدولاب، وجميع الغرف موجود فيه وحدات التكييف بالنظام الواي فاي في الصالة والغرف. الغرفة هذه اللي قلت عليها أنها لها مخرج البلكونة بالإضافة إلى الصالة والمطبخ، وإطلالة الغرفة هذه إطلالة جانبية على الطبيعة. شرحنا يا جماعة الخير الغرفة رقم واحد، مساحتها والأثاث اللي موجود فيها وإطلالتها الرائعة جدا. مقابلها عندنا دورة المياه الرئيسية، دورة مياه متكاملة، المروش جاي على نظام جاكوزي، مكان للغسالة بالإضافة إلى السخان، ودورة المياه كلها موجود في الشطافات. تعالوا مع بعض نشوف غرفة رقم اثنين. الغرفة الثانية موجود فيه سرير مزدوج. الغرفة الأولى كان فيه سريرين فردية، هنا حاطين سرير مزدوج، حاطين فيه دولاب درفتين. وفي بداية الفيديو قلت أنه موجود ديكورات سقفية في الصالة وفي الممر، طلع موجود فيه ديكورات سقفية في كل الغرف. لو تلاحظوا ديكورات سقفية بنارات ليد مخفية في الغرف والصالة والممرات، يعني شقة رائعة جدا وديكور مرتب ومنظم وراقي. نجي آخر شيء لغرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر، موجود فيه سرير مزدوج بالإضافة إلى الدولاب، وعندنا الكوميدينات. جميع الغرف زي ما قلت موجود فيه وحدات تكييف. ألوان غرفة النوم جاي لون رمادي متناسق مع الدولاب والستائر. تنسيق الألوان والأثاث جاي بطريقة جدا رائعة ومنتقاة بشكل جميل ورائع. أضف إلى ذلك أنه موجود في غرفة النوم الرئيسية دورة مياه خاصة فيها. ما نقول أنه دورة المياه كبيرة، موجود فيه مروش والمغسلة. أغلبية الشقق اللي موجودة في تركيا هنا أو في شمال التركي دورة المياه موجود فيه مروش، يعني هذا الشيء شائع بالشقق اللي موجودة في تركيا. بعد شرحنا للمجمع وللشقة أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا أيضا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب برج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.